ايه بقى اول موضوع النهارده انت محضره معانا؟ احنا محضرين مواضيع كتيره جدا، ومن اهمها اضطراب النوم عند الاطفال والكبار. كتير مننا بيعانوا من مشكله اضطراب النوم ومش بيكونوا عارفين ايه حلها، خصوصا ان هو بيأثر على كل وظائف الجسم. وانت عارفه يا داليا، هو انت بتنامي كام ساعه في اليوم؟ انا بنام، لازم انام 8 ساعات في اليوم يا ادم، ما ينفعش ان انا اجي الهوا مثلا زي النهارده كده الصبح من غير ما اكون نايمه مثلا من حوالي من 6 ل 8 ساعات عشان ابقى فريش وفايقه وببقى اعرف بقى اتكلم واعرف بقى طبعا اقدم موضوعاتي وانا فريش. انت بتنام كام ساعه في اليوم؟ انا بنام من 8 ساعات لحد 9 ساعات عشان تبقى فريش. اه، بتنامهم بقى في انهي توقيت من اليوم؟ لازم انامهم بالليل، وده مهم جدا لانه بالليل الانسان بيفرز هرمون اسمه هرمون النمو، ده بيفرزه بالليل. اوكي، طيب انت عارف كمان انه هيئه الدواء النهارده انا قلت خبر مهم انه من اهم الحاجات اللي ممكن تقوي المناعه النوم بالليل والنوم باستمرار. ايوه. طب يا داليا، انا عايزه اقول لكم حاجه، الانسان المفروض من اول يوم لحد سنتين لازم ينام من اول 12 ل 18 ساعه، وكل ما يكبر كل ما ساعات النوم ما تقل، وممكن توصل ل 8 ساعات وده طبيعي جدا، ولما يعدي سن الستين بتوصل لأربع ساعات وده برضو طبيعي جدا. انت عارفة يا داليا انه اضطراب النوم ده ناتج عن عامل نفسي وعامل عضوي؟ بجد؟ ايوه، ده انت جمعته من معلومات. ايوه، يعني احنا عندنا الاضطراب عندنا هو نوعين، نوع اولي ونوع تاني. النوع الاولي احنا مش عارفين له اسباب، ولكن النوع التاني ليه اسباب كتيرة جدا. فعلشان الناس تعرف ايه اسباب النوع الاولي، فعاملين تجربه اسمها معمل النوم. دي بيهيئوا للانسان جو النوم، وبيكونوا موصلينه باجهزه وكاميرات عشان يعرفوا ايه سبب اضطراب النوم الاولي. والنوع الثاني هو فليه اسباب كتيره جدا، ونقولها زي مثلا الخوف من الظلام والكوابيس، المشي اثناء النوم، العشاء التقيل، العشاء لازم الانسان قبل ما يتعشاش عشاء تقيل، او ممكن ما يتعشاش قبل ما ينام مثلا بساعتين، او لو عايز يتعشى ممكن يتعشى عشاء خفيف. طيب انت قلت ان انت مش عارف اسباب اضطراب النوع الاول ولا الثاني. احنا مش عارفين اسباب اضطراب النوع الاولي. طب ما تيجي نعرف ده من ضيفنا النهارده الدكتور وليد هندي، استشاري الصحه النفسيه. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. يا داليا صباح الجميل، انت وابننا الجميل بمعلوماته القيمه بحضوره بسرعه استجابته، ده انا اللي مش هيجي لي نوم واقعد اتفرج عليه ليل نهار. دي شهاده اعتز بيها يا دكتور، وادم اكيد سعيد بيها جدا. شفت بقى حضرتك مجمع معلومات ازاي ومحضر. ده ادم ده حاجه جميله خالص، تعالى اشتغل مكاني بقى يا ادم. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. صباحك جميل دايما. احنا النهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو اضطراب النوم عند الاطفال والكبار. جميل يا ادم، بس انا عاوز اقول حاجه صغيره. اتفضل. ان اضطرابات النوم عند الاطفال تحديدا ممكن تحصل لهم في مرحله ما قبل النوم، يعني في بعض اولادنا قبل ما بيناموا على طول بنلاقي عندهم رعشه لا اراديه، يعني حاجات كده ايديهم بتترعش، جسمهم كله ممكن يتنفض، دي ممكن تكون في مرحلة ما قبل النوم إنما بتخش مع اضطرابات النوم. وزي ما أنت قلت في معلوماتك الجميلة دي فأسبابها، في أسباب كمان فسيولوجية يا آدم، يعني في عندنا من أولادنا ممكن يكون عندهم شعور بالألم، عندهم مغص، تقلصات معدية، حساسية، ربو، ارتجاع مريء، الأمور دي كلها يا آدم برضو بتعمل لهم اضطرابات في النوم، يعني مش شرط يكون الاضطرابات أسبابها نفسية وبس. علشان كده احنا بنقول دايما للوالدين عينكوا على اولادكوا اللي عنده التهابات جيوب انفيه، عنده لحميه، عنده اللوز، نخلي بالنا من النقط دي مع تعاملاتنا مع اولادنا يا ادم، لان في اباء دايما بيبثوا الرعب لاولادهم، يزعق ويشخط ويضرب وينطر وبيتخانق مع دبان وشه، ده بقى اللي بيعمل ضغط على اولادنا، بيسبب لهم يا ادم زي ما انت قلت نوع من القلق بيترسخ في بنائهم النفسي خبرات مؤلمه ممكن يتنفسوا عنها في اضطرابات النوم زي ما احنا بنشوف. وشكلك عاوز تسالني سؤال، اتفضل يا ادهم. ايه هي اضرار اضطراب النوم؟ هي اضرارها كتير جدا، انت قلت كلام حلو قوي ان انا ما بنام كويس ده بيفرق معايا في تكوين العقلي، لان الاطفال دايما عندهم النمو العقلي في السن الصغير سريع اسرع من الكبار،
وبناء عليه لا يا ادهم، لما بيجي عندهم اضطرابات في النوم بيجي لهم مشاكل في الانتباه، مشاكل في التعلم، بيبقى عندهم اضطرابات في الذاكره، يعني عمليه استرجاع المعلومه ما بتبقاش عاليه، بنلاقيهم دايما عصبيين وهم قاعدين معانا، بيتوبوا وعندهم كسل وعاوزين يناموا، يبقى عندهم قلق، وممكن كمان من كتر ما هم بيناموش نلاقيهم في عزله وانفراديه، وبيجي لهم حاجه يا ادهم اسمها سبيرجر. سبيرجر دي طيف من اطياف التوحد، اللي هو بيبقى عنده قصور في المهارة اللغوية وفي التعامل مع الآخر نتيجة الكسل والبلادة وبطء الإنتاج. طب دكتور، الأسر دلوقتي ممكن تسأل سؤال، إزاي أعالج بقى ده؟ إزاي أعود ابني على النوم بشكل سليم؟ هو العلاج سهل، بس إحنا الأول لازم نحيد النواحي الفسيولوجية، يعني لو عنده مشاكل في الجسم بنعمل له اللحمية، اللوز بتتشال، يبقى فيها شويه مشاكل كده بنحيدها صحيا، وبعد كده بنخش في العلاج بقى اللي هو الكواليتي او الجوده بتاعت النوم. بنعمل ايه حضرتك بقى؟ يعني مهم قوي ننظم الساعه البيولوجيه لاولادنا، يبقى في روتين في النوم، نعرفه بيصحى امتى وينام امتى. كنا زمان عندنا حاجه اسمها المنبه اللي هو الكبير اللي بيعمل جرس جامد ده، دلوقتي على موبايلات، يعني بقدر الامكان نظبط ساعه كله يصحى فيها وساعه كله ينام فيها بقدر الامكان طبعا. ولما يجي ينام نحاول نخلي الاوضه بتاعته واحه للاسترخاء، يعني اولادنا ساعات بيعملوا حاجات، يعلقوا على الحيطه الصور شويه كنزات، احنا ككبار نقعد نتريق، لا خلي ابنك يرتاح في اوضته، الالوان اللي بيحبها، الاضاءه البيبي لايت اللي هو بيحبها مش اللي انا شايفها، الصور اللي عاوز يعلقها، نهيئ له المناخ العام للغرفه علشان يبدا ان هو اعصابه تهدى وحالته تستقر، لكن لو اسباب فسيولوجيه يلجا للطبيب. انا جميل، بشكر حضرتك الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، موضوع مهم جدا خاصه كمان في الصيف يا ادم، الناس بتسهر. فالناس طبعا لما بتسهر ده كده بيجي لهم اضطراب في النوم، فايه الحل عشان خاطر ما يجيلهمش اضطراب في النوم؟ ايه الحل يا داليا؟ ان هم يتعشوا عشاء خفيف، يشربوا لبن عشان اللبن مفيد للصحة وفيه مليان كالسيوم، وكمان وممنوع الرياضة قبل النوم، أو أنا مش هقول ممنوع الرياضة، الرياضة على الأقل قبل ما يناموا بثلاث ساعات، لأنه أوكي ما تنشطهمش. أيوة، لأنه جسمهم بيكون شادد، لازم الإنسان لما يجي ينام جسمه يكون مرخي خالص. وفي حاجة بقى مهمة أخيرة هقولها قبل ما ننتقل على الموضوع التاني، الشوكولاتة، ما حدش ياكل شوكولاتة كتير وسكريات إنها بتهايبر، والمنبهات طبعا.